فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الملاح هل يقصر في السفينة أم لا؟ الملاح هو ربان السفينة، يعني قائد السفينة، هل يقصر أم لا؟ رضي الله عنك أستاذ محمد عاطف، عامل إيه يا باشمهندس؟ أطمئن عليك، رضي الله عنك. طيب، ليتك كنت موجودا في أصول السلف، هذا ينفع جدا. قال: فصل. والملاح الذي يسير في سفينته وليس له بيت سوى سفينته، أو سوى سفينته فهي أهله وتنوره وحاجته، لا يباح له الترخص، يعني كل ما يحتاجه أن يكون مقيما به فهو معه، الزوجة، الأولاد، الأغراض، طعاما وشرابا وغير ذلك، طاهيا. عليك السلام كاتب، رضي الله عنك يا سمراء، أحسن الله عليك، رفع الله مقامك. أنيس، جزاكم الله خيرا. فقال: أصلا سمعت أبا عبد الله يقول يسأل عن الملاح أيقصر ويفطر في السفينة. قال: أما إذا كانت السفينة بيته، نعم، إذا كانت السفينة بيته فإنه يتم ويصوم. قيل له: وكيف تكون بيته؟ قال: لا يكون له بيت غيره، معه فيها أهله وهو فيها مقيم، وهذا قول عطاء. هذا ليس بعذر شماء، ولا أقبل هذا العذر، هذا ليس بعذر ولا أقبله. وقال الشافعي: يقصر الصلاة وأيضا يفطر، والعموم النصوص، إن الله وضع المسافر الصوم وشطر الصلاة. طبعا الآية: وإضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. رضي الله عنك محمد عاطف، ما شاء باشمهندس، جزاكم الله خير، عليكم السلام وبركاته، أحسن الله لك يا أماني، عليكم السلام وبركاته. ولأن كون أهله معه لا يمنع الترخص كالجمال. حقيقة كلام الشافعي وكلام الجمهور يقولون بأنه يقصر، لأنه يعني عموم النص يبقى على العموم، لا يخرجه شيء. يعني العجيب أيضا من الحنابلة في هذا الباب أنه العام، النص عام، سواء في الآية أو في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، على مسألة الفطر والقصر في السفر، وهو مسافر أصلا، فله الفطر وله، أرجو أن تكوني بخير صحة الآن وعافية، فله الفطر وله القصر. قال علماؤنا في هذا الباب أنه ليس له الفطر أو القصر، الحنابلة قالوا بذلك، قالوا لأنه حالته تدل على أنه ليس مسافرا، أهله، أولاده، زوجه، أغراضه، كلها معه، يدور مع حيث دار. رضي الله عنك. سنرى بقى المسامحة في ذلك أم لا. جيد. قال المصنف هنا: ولنا، يعني يقوي، الحمد لله وشكرا، أتم الله عليكم النعمة وأدام الله عليكم الصحة. ولنا أنه غير ضاع عن منزله، هم يرى أن السفينة صارت منزلا له، يرى أن السفينة صارت منزلا له. ولنا أنه غير ضاع عن منزله فلم يبح له الترخص كالمقيم في البلد. فأما النصوص يعني العامة فإن المراد بها الضاع عن منزله. حياكم الله أحمد، أحسن الله لك. وليس هذا كذلك، أما الجمال والمكاري فلهم الترخص وإن سافروا بأهلهم. يعني الأجير أو الجمال حتى لو معه أهله فهو مستخدم، لذلك قالوا إذا انطبق الوصف عليه في السفر فعليه، فله ذلك، فله هذا الباب. قال أبو داود: سمعت أحمد يقول في المكاري الذي هو دهره في السفر،
لا بد من أن يقدم فيقيم اليوم، قيل فيقيم اليوم واليومين والثلاثة في تهيئة السفر أو في تهيئة للسفر. قال هذا يقصر، وذكر القاضي أبو الخطاب أنه ليس له القصر، قال القصر كالملاح، وهذا غير صحيح لأنه مسافر مشفوق عليه، فكان له القصر كغيره، ولا صح قياسه على الملاح، فإن الملاح في منزله سفرا وحضرا ومعه مصالحه وتنوره وأهله، وهذا لا يوجد في غيره. حقيقة الأمر هذا تقويد للعموم بالنظر، هذا تقويد للعموم بالنظر. والصحيح أن نقول الملاح والمكاري وأيضا الجمال مسافرون، فلهم استخدام الرخصة بالقصر وبالفطر. يقول وإن سافر هذا بأهله كان أشق عليه وأبلغ في استحقاق الترخص، يعني لو كان الجمال معه أهله. وقد ذكرنا نص أحمد في الفرق بينهما والنصوص. فوجب القبول بثبوت حكم النص. حقيقة الأمر يعني لابد أن يقال بأنه لا يخص العموم بالمعاني إلا إذا كانت المعاني لها قرائن قوية تثبت أن هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة الأمر أن باب التيسير يقول أنه عموم المسافر لابد أن يأخذ بها، عموم المسافر لابد أن يأخذ بها، يأخذ بالرخصة يعني. رضي الله عنك خديجة، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك، زادك الله أدبا. يعني هنا أيضا مسألة لم ينوي القصر في وقت دخول الصلاة. جملة ذلك أن نية القصر شرط في جوازه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. هذا عندما لم يقل بوجوب القصر، هذا عندما لم يقل بوجوب القصر، واعتبر وجودها عند أول الصلاة كنية الصلاة، وهذا قول الخرقي واختاره القاضي. قال أبو بكر لا تشترط نيته، لأن من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير بعد الدخول فيها كالصوم، ولأن القصر هو الأصل بدليل خبر عائشة وعمر بن عباس فلا يحتاج إلى نية كالإتمام في الحضر. تأخرت عليكم السلام وكاته. ووجه الأول أن الإتمام هو الأصل على ما سنذكره في المسألة، وللمسافر أن يقصر وله أن يتم، يعني هو مخير بين هذا وذاك، وإطلاق النية ينصرف إلى الأصل وهو الإتمام، يعني إذا لا يصح له القصر إلا بالنية، وهذا الأقرب وهو الصحيح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. ولا ينصرف عنه إلا بتعيين ما يصرفه إليه، كما لو نوى الصلاة مطلقا ولم ينوي إماما ولا مأموما فإنه ينصرف إلى الانفراد إذ هو الأصل. والتفريع يقع على هذا القول، فلو شك في أثناء صلاته، يعني بتكلم عن أن الأمر يعني يرجع إلى التأصيل، كما لو نوى الصلاة مطلقا ولم ينوي إماما ومأموما فإنه ينصرف إلى الانفراد. نعم، وهذا هو الأصل، الأصل إذا نواها مطلقا يكون على الإفراد. جزاك الله خيرا فأحسن الله عليك. والتفريع يقع على هذا القول، فلو شك في أثناء صلاته هل نوى القصر في ابتدائها أو لا لازمه الإتمام احتياطا، لأنه طرو الشك على التأصيل يرجع به إلى التأصيل، طرو الشك على الأصل يرجع به إلى الأصل، لأن الأصل عدمها، عدم القصر يعني. فإن ذكر على ذلك أنه قد نوى القصر لم يجوز له القصر، لأنه ألزم نفسه إتماما، لأنه قد لزمه الإتمام فلم يزل، ولو نوى الإتمام أو ائتم بمقيم ففسد الصلاة وأراد إعادتها لزمه الإتمام أيضا، لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها خلف المقيم ونية الإتمام. المسألة هنا كما قلنا طرو الشك على التأصيل يجعل الأمر إلى التأصيل، وأيضا إذا لزم التأصيل ثم تذكر أن الشك هذا لم يكن شكا بل كان على الأصل، يبقى إذن يرجع فيه، أو كان هو الذي أكده بالقصر يرجع إلى الأصل.
وهذا قول الشافعي وقال الثوري، يعني الشافعي موافق للحنابلة، وقال الثوري وأبو حنيفة إذا فزت صلاة الإمام عاد المسافر إلى حاله. وحقيقة الأمر أنه يعني يعود إلى الإتمام، لأنها وجبت عليه تامة، من صلى خلف مقيم وجب الإتمام كما قال ابن عباس، على ما يصلي المسافر خلف المقيم فيتم، قال سنة نبيكم سنة نبيكم. قال ولنا أنها وجبت بالشروع فهي تامة، فلم يجد له قصرها كما لو لم تفسد. يعني هو لو أرادها إتماما سفرا وفسدت ليس له أن يرجع إلى القصر، بل عليه أن يجعلها على الإتمام لأن ده الأصل. فإن فسدت تامة عليه الإعادة تامة ولا يقصر، ليس له القصر. قال فصل: من نوى القصر ثم نوى الإتمام. فصل: من نوى القصر ثم نوى الإتمام. فمن نوى القصر ثم نوى الإتمام، أو نوى ما يلزم به الإتمام من الإقامة مثلا، أو قلب نيته إلى سفر معصية، أو نوى الرجوع عن سفره، ومسافة الرجوع لا يباح فيه القصر، يعني ليست أربعة برد ونحو هذا، لازمه الإتمام. في كل الأحوال أن الأمر تردد بين حاضر ومبيح، هذه أصل المسألة، أن الأمر تردد بين حاضر ومبيح، فالحاضر يقدم على المبيح، هذه أصل المسألة في هذا الباب، فلازمه الإتمام، ولازم من خلفه متابعته. وبهذا قال الشافعي وقال مالك: لا يجوز له الإتمام لأنه نوى عددا، فإذا زاد عليه حصلت الزيادة غير نية. وهذا كلام فيه نظر. قال: ولنا أن نية صلاة الوقت قد وجدت وهي أربع، إنما أبيح ترك ركعتين رخصة، فإذا أسقط نية الترخص صحت الصلاة بنيتها ولزمه الإتمام، ولأن الإتمام أصل، وإنما أبيح تركه بشرط، فإذا زال الشرط عاد الأصل إلى حاله. الشرط هو السفر، السفر أربعة برد المسافة يعني، والشرط أيضا النية. فإذا فقد النية أو فقد الشرط المسافة، فإنه يرجع إلى التأصيل العام وهو الإتمام. قال فصل: إذا قصر المسافر معتقدا لتحريم القصر. لو في أسئلة يعني ابقوا حتى ننهيها. وإذا قصر المسافر معتقدا لتحريم القصر ثم لم تصح صلاته، لأنه فعل ما يعتقد تحريمه فلم يقع مجزئا، كمن صلى يعتقد أنه محدث، ولأن نية التقرب بالصلاة شرط، وهذا يعتقد أنه عاصي فلا تحصل نية التقرب. حقيقة الأمر أنه لو قال بذلك رنا عبد الشيخ مصطفى السماحي. طيب هذا السؤال مهم إن شاء الله أتكلم به بإذن الله الآن. حاضر. إذا قصر معتقدا لتحريم القصر لأنه فعل أمرا منكرا ومعتقدا يقتضي الفساد، فقالوا إذا تفسد الصلاة بذلك، نعم، لأنه يرى أنه كان عصيا. حقيقة الأمر أنه قد انطبق عليه الفصل، والصحيح أنه تصح صلاته. هريرة رضي الله عنك، هريرة، بقي بعد الأذان مدة، سننتهي من هذه المسألة فقط، ثم أعرض عليكم إما نتكلم عن العبودية في بابها، وإما أن نرجع الكلام عليها، المسألة ستكون لكم. قال فصل: الصبح والمغرب لا يقصران. أنا أصلا رأيت رجلا يعني ممكن يكون دكتور، وقال على المغرب تقصر، وسبحان الله، ممكن يؤول على ذلك قول ابن عباس أنه جعل في الخوف ركعة. الله أكبر، طالبة العلم يعني قاعدة، ما هذا الكلام القوي، رضي الله عنك. والصبح والمغرب، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على ألا يقصر في لا قصر في صلاة المغرب والصبح، وأن القصر إنما هو في الرباعية، ولأن الصبح ركعتان، فلو قصرت صلاة ركعة، وليس في الصلوات ركعة إلا الوتر، والمغرب وتر النهار، فلو قصر منها ركعة لم تبقى وترا، وإن قصرت يعني اثنتان صلت ركعة، فأكون إجحافا بها وإسقاطا لأكثرها. وقد روى علي بن عاصم عن داود بن أبي هند عن عامر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت: افترض الله الصلاة على نبيكم بمكة ركعتين ركعتين إلا المغرب، فلما هاجر إلى المدينة فأقام بها،
واتخذها دار هجرة زاد إلى كل ركعتين ركعتين إلا صلاة الغداة لطول القراءة فيها، وإلى صلاة الجمعة وإلى صلاة المغرب فإنها وتر النهار، فافترضها الله على عباده لهذه الصلاة، فإذا سافر صلى الصلاة التي كانت افترضها. حقيقة الأمر أن القصر رخصة، والرخصة يعني توقيفية، وأنها لا تتعدى. قد يقال نقيس الصلاة على المغرب أو المغرب على الصلاة، فحقيقة الأمر أن مسألة الترخيص في هذا الباب للتيسير، الترخيص كان للتيسير، وإذا كان التيسير سيغطي على التأصيل فإنه لا يؤخذ به. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.